صباح الخير يا كيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هناخد النهارده حرف جديد معانا. تعالوا نتعرف على الصور بتاعته. ها صورة ايه دي يا كيجي؟ صقر. صقر ص ص صقر. ها ص ص صنارة. ها صورة ايه دي؟ مين يقول لي؟ صندوق. برافو عليكم. سو سو صندوق. ها صورة ايه دي؟ صينية. صي صي صينية. ها صورة ايه دي اللي بيطلع فوق الفضاء؟ صاروخ. ص ص صاروخ. كل الصور معانا دي فيها حرف واحد، هو حرف الصاد. حرف ايه؟ حرف الصاد. يبقى صاحبنا النهارده حرف الصاد. صاد صنارة، صاد صق، صو صندوق، صي صينية، ص صاروخ. ها بنكتب حرف الصاد ازاي يا كيجي؟ على السطر بتاعنا اللي اتعودنا عليه. ها بنقف عند السطر وبننط نطة كبيرة، نمشي على السطر ونطلع سنة صغنونة وننزل تاني تحت السطر. ها تاني يا كيجي، تعالى نكتبه مرة تاني. ها بنكتب على السطر بتاعنا. السمكة الصغنونة هتعمل ايه؟ سمكة صغنونة نطت نطة كبيرة، عامت على وش المية، بصت للصياد بعديها سنة صغننة ونزلت تاني تحت المية وجت عند السطر وقالت ستوب، وقفت عند السطر. ها تعالوا نشوف معانا كتاب تواصل ونشوف حرف الصاد بتاعنا. ها حرف الصاد بتاعنا بيجي بشكلين، منفصل ومتصل. يعني ايه منفصل ومتصل؟ ها منفصل متصل يعني له بطن، ومنفصل يعني له ايد واحدة. له ايد واحدة. طيب تعالوا نشوف صاحبتنا صابرين كانت بتلعب في الحديقة وشافت صاروخ كبير. قالت أنا عايزة ألون كل الصاروخ اللي عليه حرف الصاد متصل ومنفصل. تعالوا نساعدها وندور. ها في حرف الصاد، برافو عليكم، متصل. ها في تاني صاد، برافو عليكم، منفصل. ها في التاني عامل له بطن، برافو عليكم، منفصل. تعالوا نشوف حرف الصاد. تعالوا نشوف تمرين تاني حرف الصاد. نشوف التمرين اللي بعده. ها الصياد عايز يصطاد الاشكال اللي فيها صوت حرف الصاد، هيصطاد مين يا ترى؟ ها برافو عليكم، صيصينيه. ها ايه تاني في حرف الصاد؟ كتاب ينفع ما ينفعش؟ ها صو صندوق، برافو عليكم. ها بيبدا بحرف الصاد. ها مين تاني؟ كرسي ما ينفعش يا مس. طيب بعد كده عايزين نشوف صحابنا اللي بيعلمونا الحركات القصيره لحرف الصاد. هما مين؟ حركات القصيره الفتحه والكسره والضمه والسكون. اول واحد بيقول لنا حرف الصاد تحته كسره بيبقى صوته ايه؟ صي صي صاد كسره صي. ها يبقى هنلون مين؟ اللي بيبدا بصي صي صقر ولا صينيه؟ برافو عليكم، صي صي صينيه. ها بعد كده بيقول لنا ايه؟ صاد عليها ضمه، صو صو، يبقى صوته ايه؟ صو صو. يبقى هنلون الصو صندوق ولا الصاروخ؟ صو صو صندوق، برافو عليكم. ها بعد كده صا، ها اللبس اصفر بيقول لنا ايه؟ صا صا، يبقى هنلون الصنبور ولا الصا صمغ؟ هنلون الصمغ. ها بعد كده قص قص اللي عليها سكون بنقول لها ايه؟ بنقول لها ستوب، بنقول لها اقفي. ص ص، يبقى هنلون القصر ولا البصل؟ قصر ولا البصل؟ قصر، برافو عليكم. ها بعد كده عايزين نشوف حرف الصاد اللي بيتنطط معانا في الكلمه صوته فين؟ اسمع معايا كده. صقر 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 صقر. ها فين حرف الصاد؟ صقر في اول الكلمه، برافو عليكم. ها فين في الكلمة دي في الصورة دي؟ بصل. ب ص ل ب ص ل ب ص
برافو عليك، في وسط الكلمة. ها مقص، مي قص، مي قص، معناها فين؟ مين شاطر هيقول لي؟ في آخر الكلمة. برافو عليكم. طيب تعالوا نشوف التمرين اللي بعده. هنحط دايرة على حرف الصاد في الكلمة. ها كلمة بصلة، بصلة فين حرف الصاد يا ترى؟ مين يقول لي؟ في وسط الكلمة. برافو عليكم، متصل. ها مين يقول لي فين حرف الصاد في كلمة صاروخ؟ صاروخ، شايفين حرف الصاد فين؟ ها في الأول ولا في الوسط ولا في الآخر؟ في أول الكلمة. برافو عليكم. ها غواص، غواص فين حرف الصاد؟ برافو عليكم، في آخر الكلمة منفصل. طيب بعد كده تعالوا نكتب حرف الصاد مع بعض. ها حرف الصاد زي ما تعودنا وكتبناه قبل كده من النقطة، هننط نطة كبيرة، نمشي 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 على السطر ونطلع سنة صغنونة وننزل بطن كبيرة تحت السطر. ها ده منفصل ولا متصل؟ برافو عليكم، منفصل. نكتبه لوحده تاني. ها ننط نطة كبيرة ونمشي نمشي ونطلع سنة وننزل بطن كبيرة. ها لما يكون منفصل هيبقى له ايد يا مس. ها ننط نطة كبيرة ونمشي ونطلع سنة ونمشي تاني على السطر يطلع له ايد. برافو عليكم. طيب تعالوا نشوف اخر حاجة. ها عندنا صورتين وعندنا حروف هو ملخبطها لنا. بالحروف دي هنعمل اسم الصورة. أول صورة دي صورة إيه؟ مين يقول لي؟ قصر. ها أول صوت سمعناه؟ قا. ها قا، يبقى هناخد القا الأول وعليها نقطتين. قا صب ونمد إيديها. قصر ر ر ر ر، يبقى آخر حاجة الراء. ها بعد كده صقر، هناخد مين الأول؟ صا صا صا، فين الصا؟ برافو عليكم اللي لسه متعلمينه النهاردة. صا. ها بعد كده صا ق ق. ها قا ر ر، آخر حاجة الراء. وبكده نكون اتعلمنا النهاردة حرف جديد هو حرف الصاد. يا رب تكونوا استفدتوا.